أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الاجتماع الاستعماري الذي عقد في القدس تحت شعار عودة الاستعمار لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة بحضور 11 وزيرا إسرائيليا فضلا عن 15 عضو كنسة من الائتلاف اليميني الحاكم. كما أدانت الوزارة في بيان لها المواقف والشعارات التي طرحت في هذا الاجتماع من قبل الوزراء المتطرفين والمستعمرين وقادتهم، قائلة إنها تحريض علني على تهجير الفلسطينيين بالقوة. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا الاجتماع يكشف مجددا الوجه الحقيقي اليميني الإسرائيلي الحاكم ومعاداته للسلام وتمسكه بالاحتلال والاستعمار.